طارق قاسم ده المذيع الاخواني. تعالوا شوفوا هو بيتكلم على القنوات الاخوانيه اللي بره وبيقول بتدار من الخارج بشكل ماجور يمثل خيانه. اسمعوا مذيع مكملين. فمن اول لحظه العبد لله والصحفيين اللي زيي لقينا نفسنا محشورين في قبضه وسائل اعلام بعينها، ان العمل الاعلامي في الخارج يجب الا يتم الا من خلال هذه المنابر. وهذه المنابر الحقيقه كانت بالنسبه لنا غريبه جدا وغامضه جدا، لكن اللي اندمجوا زي حالاتي في هذا الاعلام مع الوقت لقينا وضع شاذ جدا الحقيقه وسيء جدا. فلقينا الامور بتدار بشكل بتعليمات من الخارج، يعني بتيجي تعليمات، بتيجي اوامر ان الامور يتم معالجتها على هذا النحو او ذلك النحو او بالشكل الفلاني ولا كذا. وافاجئ ان اللي بيديرني واللي بيديرنا واحد مش مصري، كائنا ما كانت جنسيته. فوجئت انه هذا الحج، هذا الكيان الغامض، هذا اللهو الخفي، هذا الشخص الذي لا يظهر، الذي لا هيئه منظوره له والعياذ بالله، الكيان الغريب اللي لما بتقول اسمه قدام عتاوله اسطنبول في الاعلام والسياسه ركابهم بتخبط في بعض. هذا الحج انجليزي، تخيل يا مؤمن، هذا الحج انجليزي الجنسيه، هو اصلا راجل من اصل فلسطيني ولكنه سايب فلسطين من زمان وما بيتكلمش عن فلسطين، ملوش دعوه بفلسطين المحتله من الكيان الصهيوني، وجاي يركز مع القضيه المصريه. بيكلم كلام خطير جدا جدا جدا، كلام خطير. ده الراجل ده ابلغ من كل اللي بقوله.